لو حبيت تلم الموضوع يعني المسيح كلمه الله في العهد الجديد نعم. او في التجسد ايه اللي ممكن نفهمه؟ أه رقم واحد العهد الجديد يعلن ان هو الازلي في البدء كان الكلمه زي نعم. ما تحدثنا سابقا رقم اثنين بيتكلم عن المعادله الاقنوميه والكلمه نعم. كان عند الله وده مستند ايضا على امثال ثمانيه نعم. اللي تكلمنا نعم. عنه سابقا رقم ثلاثه في طبيعته هو الله ذاته نعم. رقم اربعه هو الخالق كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. رقم خمسه لما صار جسدا ما زال هو الله كله نعم <applause> مش جزء من الله نعم. عشان كده فيه يحل كل الملء وبالتالي لو المسيح يسوع ده هو الله لابد ان ارى فيه كل ملامح الالوهيه نعم بعض بعض الامثله بعض الامثله لابد ان ارى فيه القوى المطلقه م. لابد ان ارى فيه العلم المطلق لابد ان ارى فيه القدره على الخلق م. لابد ان ارى فيه السلطان المطلق فهو كان له السلطه على الطبيعه على البحر والريح والسمك والشياطين والامراض له القدره المطلقه انه يامر ما من الذي يقدر ان يقول كن فيكون الا الله ذاته م. فلما يامر لعازر هلم خارجا بعد ان انتن ويخرج من هذا؟ التلاميذ نفسهم لأنه كانوا لسه بيتعرفوا بيه لما أسكت البحر والريح بكلمة من هذا فإن البحر الريح والبحر يطيعانه لما الشياطين تراه وتعترف به <applause> الشياطين تعترف به والبشر لا يعترفون يا للأسف شاف نجاح الشيطان في إهلاك البشر لأنهم لو عرفوه لأحبوه وطلبوا منه الغفران فلما رأوه قالوا له من نحن نعرفك أنت ابن العلي أنت ابن الله وأجئت قبل الوقت لتهلكنا هم عارفين أنه سيأتي وقت عندما يقبض عليهم ويطرحهم في الجحيم الأبدي بس هم عارفين أن التوقيت لم يأتي بعد فلما شافوه خافوا واستغربوا تعجبوا لم يأتي الوقت بعد له القدرة المطلقة على غفران الخطايا <applause> ما إذا كان هذا هو الله إذا أتي له بخطاياي ويغفر نعم وده اللي احنا اختبرناه في حياتنا مم. وده اللي جاله الكتاب عنه امراه في المدينه يعني الكلمه ما زال يعمل حتى يومنا هذا <applause> نعم نعم وهو وهو دوره الآن مش بس دوره في الماضي عند وقت تجسده من 2000 من سنه لكن ما زال المسيح كالكلمه يعلن عن الله الآن كيف؟ آه، مثلا يقول أخبر باسمك اخوتي. ما هو ال الابن الوحيد الذي هو في عندنا الآب هو خبر, خبر وما زال يخبر. مم. عندما نجتمع معا في اجتماعاتنا نأتي بكل اتضاع لنصلي يأتي في وسطنا. مم. وده اللي بنشعره لما بيأتي في وسطنا ويتحدث إلينا يعني أنا أنا فاكر يا قريبا كنت في احدى الدول وبعد كده بقول لأخواتي بعد محاضرة تعالوا نركع ونصلي. والرب جيب حضور الهي ثقيل جدا كثيف جدا لدرجه ان احنا قعدنا 45 دقيقه الواقف واقف واللي راكع راكع واللي قاعد قاعد واللي رفع ايده رفع ايده محدش قدر يتحرك من مهابه و... وهيبه حضور الله في مم. وسطنا بطريقه مهوله بعد 45 دقيقه قدرنا نتحرك مم. حتى بعد ما غدرنا القاعه أسيس نزار دخلنا قاعة أخرى في بعض الأحباء دخلوا نفس القاعة فشعروا <applause> جم قالوا لنا هو كان في إيه بيحصل هنا؟ حكينا لهم ما زال إلى الآن يحضر في وسطنا ما زال يأتي في الرؤى وفي الأحلام وفي الظهورات الكلمة يعلن عن الله وياما قلوب قاسية جدا قاسية جدا قابلت بنفسي واحد من القاعدة واحد من داعش قتل كل واحد منهم قال لي أسيس قتلت حوالي 30 واحد واو. وضمائرهم مدمرة في عذاب من القتل م. في عذاب وهنا بدأت أدرك إزاي أن هؤلاء القتلة ما زال عندهم الضمير المتحدث م. أه؟ اللي بيقاوم الشر اللي بيقول له وقف توقف وكتر الشعور بالذنب أراد أن ينتحر لكن الكلمة بيجيله في حلم حلم، نفق مظلم ونور في اخر الطريق. م. نور في اخر النفق، ضوء، سنتين هذا الضوء يمنعه من الانتحار الى ان تقابل معه. واو يعلن. وانا عارف ان عندك اختبارات. اكيد اكيد لا الكلمه يغير لانه الكلمه وهو مازال يعلن كلمته في حياه الكثيرين. نعم.